يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أثناء طواف الإفاضة تنجست قدمي فمسحتها على البلاط وأكملت طوافي، فهل طوافي صحيح؟ لا، إذا تنجست قدمك فلا بد من غسل النجاسة، لا بد من غسل النجاسة بالماء وتستأنف الطواف. إنما هذا في النعل، النعل هو الذي يمسح بالتراب، أما الرجل واليد فلا يكفي مسحها، لا بد من غسلها مثل الثوب ومثل نعم.